السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قررت اللجنة المستقلة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف معاينة الملاعب والمرافق المرشحة لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025. وستزور لجنة الكاف الجزائر ما بين 27 إلى 29 مارس 2023. كما ستنتقل اللجنة ذاتها إلى زامبيا ابتداء من تاريخ 20 إلى غاية 22 مارس. وحسب مصادر مقربة من الكاف، فإن اللجنة الكروية الإفريقية ستزور المغرب من 24 إلى 26 من مارس. وستختتم اللجنة الإفريقية جولتها من نيجيريا والبنين بمعاينة الملاعب والمرافق الرياضية هناك من 31 مارس إلى 2 أفريل القادم، في انتظار الإعلان الرسمي عن البلد الذي سيحتضن هذه البطولة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.